بسام الحجار فنان تشكيلي رسام نحت وجدت القريحة الفنية وأنا عمري 4 سنين تقريبا. فكنت وأنا صغير طفل أنحت على الصلصال، أنحت بالورق، أنحت عفوا أعمل بالورق أو بالسلك. لما طبعا في المرحلة الابتدائية بلشت في الورق وفي السلك وبالقلم الرصاص، حتى وصلت لعمري 14 سنة نحت على فخار، تمكنت من نحت فخار، يعني شغل يعني كلاسيك، شغل يعني اتيكيت كويس. بلشت أدرس عن أقرأ عن أبطال، عن مثلا عن خالد بن الوليد، عن مثلا عن عمر المختار كيف انتصر على الإيطاليين، وقعدت أرسم الحقبة الزمنية كيف وأتخيل المنظر هذا وأطبقه لوحات. طبعا أنا فنان بمعنى فنان مش رسام، يعني أنا بقرأ عن البطل أو عن حقبة زمنية وبطبقها لوحات. كوين تبع اللوحات أو الفخاريات أو البيضاويات هي عبارة عن أسلاك سلك، وبعمل بكوره زي بعمله زي بيضة أو بعمله زي مستطيل أو بعمله زي اسطوانة، وببلش عليها حسب مرات أنا بحكم اللوحة، مرات اللوحة بتحكمني. اللي بحكمني أنا البيضاويات. الخبرة هذه عمرها 40 سنة تقريبا، وكمحترف يعني تقريبا زي 25 سنة. طبعا أنا بالنسبة لأعمالي كثيرة، عملت متحف اللي هو في البلخية. متحف البلخية هذا أنا اشتغلت فيه 6 أشهر ما فيش فلوس، ما في يعني ما بدون مقابل، وحطيت كمان من جيبتي على أساس إنه أظهر التراث. أنا رسمت مثلا عن هانيبال، أنا يعني بحكم إنه بطل تونسي قرطاجي نحت عنه، شايف؟ وأنا يعني مش بس هانيبال، عملت عن طارق بن زياد، وعملت عن آخر ملوك الأندلس، السيوف عربية عملة عباسية عملة أموية، كل هذا أنا عملته. هو إثبات حق للشعب الفلسطيني، هو الحفاظ على الوطن من الضياع، هو نغم في حياة قارئ اللوحة أو مشاهد اللوحة. مجرد ما المرء يتفرج على اللوحة أو يشوفها، تذكروا في عاداته، تذكروا في طقوسه، تذكروا في ماضيه، تذكروا في بلده المسلوب، تذكروا في مدينة يافا وحيفا وعكا. أمل الوحيد إنه أنا أعمل متحف زي شبيه، مش متحف اللوفر، شبيه بمتحف اللوفر، يعني أعمل متحف إسلامي، متحف وطني، متحف تراثي، على أساس إنه أفهم طلابنا وطالباتنا والناس تفهمهم، تفهموا عاداته وطقوسه وتذكروا انه له تاريخ له جذور. النحت هو عباره عن الطينه وشمنته وشيد وسلك للتكوير او للتجسيد، زي هيكل عظمي تكور اللوحه وتلف عليها، تحط لها قماش مغرق بالسمنت. ببلش انحت عليها اللي بدي اياه حسب الحاجه، حسب مخيلتي.